بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة النساء، الدرس 56. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما زلنا مع الآية الكريمة، وهي قوله تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. وانتهى بنا الكلام إلى قوله تعالى: وأخذهم الربا وقد نهوا عنه. هذه هي الجريمة الثانية التي ذكرها الله في حق اليهود، التي سببت لهم أن الله حرم عليهم طيبات أحلت لهم تضييقا عليهم وإحراجا لهم وعقوبة. الجريمة الثانية أخذهم الربا قد نهوا عنه. والربا كسب محرم وسحت وخبيث ومحق للبركة ومحق للمال، لأنه ظلم للناس. والربا لغة الزيادة، يقال ربت الأرض إذا زادت وارتفعت، حتى فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، أي زادت بالنبات. ومنه الربوة، وهي المكان المرتفع. فالربا هو الزيادة والارتفاع، والمراد به هنا في الأموال زيادة مخصوصة في أموال مخصوصة. قال صلى الله عليه وسلم: البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والذهب بالذهب والفضة بالفضة والملح بالملح سواء بسواء مثلا بمثل، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. فالربا في هذه الستة إذا بيع بعضها ببعض جنس بجنس، كالتمر بالتمر و إلى آخره، فهذا يجب التساوي والتماثل في المقدار، ولا يزاد أحد العوضين على الآخر. وهذا ما يسمى ربا الفضل. وهناك ربا أشد، وهو ربا النسيئة، وذلك بأنه إذا حل الدين على المدين قال له الدائن: إما أن تسدد وإما أن نزيد عليك الدين ونزيدك في الأجل. فهذا ما لا سيما إذا كان المدين معسرا لا يقدر على السداد، فإنهم يزيدون عليه الدين ويمددون في الأجل حتى تصبح الديون أضعافا مضاعفة بدون أن يستفيد هو شيئا. فهذا ربا النسيئة، وهو ربا الجاهلية، وهو أشد أنواع الربا. وربا الفضل وسيلة إليه، لأن الله جل وعلا أمر بإنظار المعسر أو الإسقاط عنه، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم. فالمعسر لا يزاد عليه الدين، وإنما ينظر إلى ميسرة بحيث يستطيع أن يسدد، وإن أسقط عنه الدين فهذا صدقة، وأن تصدقوا خير لكم. فالجاهلية كان هذا شأنهم، كما هو شأن اليهود
في هذا وأخذهم الربا بنوعيه، ربا الفضل وربا النسيئة. وربا الفضل في هذه الستة، والجمهور يرون أنه يدخل أيضا في غيرها مما شاركها في العلة، فما شاركها في العلة التي من أجلها حرم الربا في هذه الستة فإنه يقاس عليها في تحريم الربا في غيرها. والربا خطره شديد، قال الله جل وعلا: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، أي لا يقومون من قبورهم. إذا بعث الناس من قبورهم وقاموا لرب العالمين وساروا إلى المحشر مهطعين مسرعين، فإن آكل الربا يتعثر في مشيه لتضخم بطنه، تضخم بالربا فيقوم ويسقط مثل الذي داخله الجن وصرعوه، نسأل الله العافية، عقوبة له في هذا الموقف المخزي. هذه عقوبة عاجلة، عقوبة آجلة، وعقوبته في الدنيا أن الله يمحق الربا ويمحق البركة من ماله حتى ولو كثر، فإنه لا ينتفع به ويصبح مبغضا عند الناس، لأنه يأخذ ولا يعطي ويمتص دماء الفقراء والمحتاجين. فلذلك صارت جريمته شنيعة في الدنيا والآخرة، نسأل الله العافية. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، فلعن آكل الربا ومن أعانه وهو الدافع والكاتب والشاهد، مما يدل على شناعة الربا. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم. فالربا جريمة شنيعة، وجاء الوعيد الشديد في حق آكل الربا، ولكن من المؤسف أن الربا الآن فشى، وفشوه من علامات الساعة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أصبح الربا هو عماد الاقتصاد في الأمم، وبنيت عليه كثير من البنوك والمصارف، وأصبح الناس لا يبالون. وفي الحديث: يأتي على الناس زمان من لم يأكل الربا ناله من غباره. فالخطر شديد، فعلى المسلمين أن يتقوا الله وأن يحذروا أن يصيبهم ما أصاب اليهود من العقوبات العاجلة والآجلة في شأن الربا. هذا، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.